هذه الدنيا فيها الخير وفيها الشر. الخير نور من الله، والشر ظلمات مرتبطة دائما بالشياطين. من هذه الظلمات التي تضر الإنسان السحر. كم نسمع عن السحر، وناس كثير تخاف من السحر، والسحر الأسود والسحر الأحمر وأنواع السحر. تخيلوا أنه صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم منه كل شيء جعله الله تعالى يتعرض حتى لهذه الأشياء المؤلمة المتعبة حتى نعرف كيف نقتدي. النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد وبناته، أخذوا شيء من بصاصة شعر النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية معينة وبنفث معين، فسحر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى نعرف أن هذا الشيء عادي، عرضة له كل البشر، يمكن أن يتعرضوا لهذا. هذا مرض من الأمراض، هذه مشكلة من مشكلات الدنيا. في ليلة من الليالي توجه إلى الله سبحانه وتعالى توجه قوي، وهذا الذي نريد أن نركز عليه، التوجه إلى الله. فرأى في تلك الليلة اثنين، واحد منهم يقول للثاني ما بال الرجل، فيقول له مطبوب يعني مسحور، فيقول فمن طبه؟ قال لبيد. في ماذا؟ قال في غلامة من الشعر وضعها في بير فلان. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد أذهب الله سبحانه وتعالى عنه هذا. فلما استيقظ ذهب يريد أن يستخرج هذا السحر من البير، ثم بعد ذلك أعرض وقال لا يفتح على الأمة باب من الشرور والنزاعات والبحث وهذه الأمور التي ربما توسع على الناس المشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا تعويذات وتحصينات إذا عملناها إن شاء الله لا يصيبنا هذا الأذى. أولا آية الكرسي، لأن الإنسان إذا قرأها يحفظه، يكون عليه هالة من النور تحفظه من كل هذه الظلمات أو الأمراض الظلمانية. الإخلاص والمعوذات ينبغي الإنسان يقرأها صباحا ومساء وقبل أن ينام وينفث على نفسه بها. ثالثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات بالصباح وثلاث مرات بالمساء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء. من المشكلات اللي نعانيها اليوم أنه الإنسان يوسوس أحيانا، بعض الناس يبالغ، كل شيء يصير في حياته يقول لك أنا سووا لي عمل، سووا لي سحر، لاعب ما عرف يلعب سووا له عمل، زوجة صار بينها وبين زوجها مشكلة، زوج مع زوجته، واحد انفسخت خطوبته يقول لك نعمل لي عمل. صار الناس، كل الناس صارت تشك، وهذه مبالغة ما ينبغي أن الإنسان يدخل فيها. صحيح هذه الأشياء موجودة، ولكن كثير من الأشياء ليس لها سبب ظاهر، إنما أمورها نفسية، أمور طبيعية في الحياة كما كل الناس في هذا العالم. إذا الإنسان حس بأن فيه شيء من السحر أو بلغه شيء أو رأى في منامه شيء يدل على هذا، فالرقية التي يتعالج بها أولها الوجهة والدعاء إلى الله، ثم أن يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذات والآيات التي فيها ذكر السحر. قال الله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا موسى، وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. وقال ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذا قرأت هذه الآيات بنية الشفاء من هذا الداء، فبإذن الله سبحانه وتعالى يشفيك الله كما شفى نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن سواء العلاج والرقية أو التحصن لا ينفع إلا إذا كان الإنسان عنده يقين أن هذا شيء من الله، هذه آيات قرآنية، عنده يقين في الله سبحانه وتعالى وأخذ هذا العلاج بقوة، وعنده حسن ظن في الله سبحانه وتعالى. إذا كان هكذا ينفع هذا التحصين وتنفع هذه الرقية بإذن الله تعالى. أحيانا يذهب السحر إذا اكتشف وفتحناه وحرقناه، لأن السحر أحيانا يكون مربوط بعقد أو ببعض الطلاسم، فإذا محيت يذهب أثرها إن شاء الله تعالى. من المشكلات كذلك
المبالغة في الذهاب إلى من أهل الرقية هؤلاء، ربما بعضهم يعالج بالدجل وبعضهم بالسحر، فما يصير أن الإنسان يبغى يعالج السحر بسحر، يجيب الظلمة بالظلمة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كثير من الناس اليوم في العالم يشتغلوا بهذا السحر، يشتغلوا بهذا الباطل، يشتغلوا بهذه الظلمات. فالإنسان لابد ينتبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فقد برئت منه ذمتي، وفي رواية فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني شيء مرة خطير. اليوم واحدة تبغى زوجها يحبها، واحد يبغى فلانة يتزوجها، يروح إلى بعض السحرة الذي يكتبه، بعضهم يسموها بأسماء أخرى غير السحر، يقول لك يعمل له عمل، يسوي له شيء للمحبة، شراب للحب، شيء للتقريب، كلها في النهاية تجتمع في شيء واحد اسمه السحر. لابد الإنسان يحط حاجز بينه وبين هذه الأشياء كلها بظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغير هذا فهو خطر شديد جدا. أهم شيء في موضوع السحر هذا أن الإنسان لا يعطيه أكثر من حجمه، فلن يعدو الشياطين والسحرة قدرهم، هم حقراء وأهل ظلمات، والنور يغلب الظلمة. فلا تخف من السحر ولا ترتبك من السحر، وكن مع الله يكون الله معك، وكن على منهج نبيك محمد، لا يصيبك شيء قط أبدا، وتكون في حفظ وفي أمان بإذن الله تعالى.